بروفيسور. نعم، لأن الشعب الجزائري عاش خلال الثورة لمدة 7 سنوات ونصف جحيم، والشعب الذي تضرر من هذا العدوان الغاشم الذي مارسه الاستعمار الفرنسي، حيث سمح لنفسه بأن تكون له يد طولة في المجتمع الجزائري، والمجتمع الجزائري ما كان أمامه إلا أن يتحد، إلا أن يتمسك بثورته، يتمسك بجيش التحرير الوطني، يتمسك بجبهة التحرير الوطني، ويؤكد على عزمه من أجل نيل الاستقلال. فاستقلال الجزائر لم يأتي هكذا بشكل بسيط، وإنما جاء من خلال تضحيات 1.5 مليون شهيد، وجاء أيضا بتضحيات الكثير من المجاهدين والكثير من أرامل الشهداء والكثير من أشبال الثورة الذين تمسكوا بهاته القيمة. ومن ثم جاء النصر في مفهومه الذي أكد على الجزائر كوحدة واحدة، لأن اتفاقيات إيفيان في حد ذاتها ربما مرت بجولات عديدة. صحيح. حيث أكدت قوة المفاوض الجزائري آنذاك من خلال الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية المؤقتة آنذاك التأكيد على وحدة الرقعة الجغرافية بالنسبة للجزائر، وعلى ضرورة أن يكون النصر نصر شامل لكامل التراب الوطني. ومن ثم كما أشرنا أن ثورة الجزائر هي أعظم ثورة في القرن 20، وهي ربما الثورة التي وظفت داخلين واستثمرت خارجين، وكانت ملهمة للكثير من الشعوب بأن تنال استقلالها في إفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا الجنوبية، ليتأكد دائما بالنسبة للوجدان الجزائري وحتى الضمير العالمي أن مفهوم النصر هو مفهوم عميق ويرتبط دائما بالتوجهات العميقة للدولة الجزائرية. أحسن نحكم عليك الموشات. راه بديت صاير راهم بداو راهم داروا ال أني هنا كنتو ولا ما كيفاش كنتو؟ قولوا الحق عاد قولوا الحق ارجعوا ارجعوا لا ارجعوا خليهم هما تبعونا على نجولهم الله شو بالعلم شو بالعلم هما كسرها لنا صح شوفوا الرهب يروحوا الكارطيني من هنا
ايش بيكم؟ هاي ارواحهم قالوها لنا ارواح. بشويه بشويه. ايش بيها الدم ارواح وطن؟ ايش بيها ارواحها؟ ارواح. ها بالعاني راهم يحتزوا فينا وهم يحشوا هاتهم يا جماعه. وكلها كانت وين تدير الناس اللي هنا اليوم قاعد يدير الناس غادي يعملوا سنه هم بلعوا عليه الجماعه هذوك يهزوهم. لا لا بلعوا عليهم برك صافي راهم داروهم فلوس هبسه خذ يهزوهم. لا ترى معاك ما تقوليش لا لا ما تيرينيش لي حومتي في البلوك يا حسرة خلي بعض الوطن.